اولا كمان في حاجه، انت اللجنه الاولمبيه لما انا جيت راجعت اختصاصات اللجنه الاولمبيه لم اجد في اختصاصات اللجنه الاولمبيه الا ما وضعتها اللجنه الاولمبيه لنفسها. يعني انا النهارده في اغنيه بتقول انا اشكي اليك منك. نعم. يعني اي منطق هذا؟ وبعدين النهارده انت بتقول لي في القانون ان اللجنه الاولمبيه هي اللي بتدعي الاماره. اذا كنت انت قايل لي في القانون بتاع في الهيئات الرياضيه اللجنه الاولمبيه والاتحادات والانديه والاتحادات، حرف العطف ده هنا هنكلمك بقى كقانوني وبتاع عربي. يعني انا ممكن اقول النهارده اشيل كلمه اللجنه الاولمبيه واقول الاتحادات الرياضيه، منين تجعلني تابع وتابع لمتبوع؟ ومنين احنا مشتركين في كوننا هيئات رياضيه؟ وكيف اكون انا نادي اتبع لجنة أنا لست عضوا بها ولست من جمعياتها العمومية؟ وعشان كده أنا ابتديت ابتديت كلامي في الحلقة محدش عارف الأندية تتبع مين. يا فندم ببساطة شديدة، نعم، الجمعيات العمومية كلمة حق يراد بها باطل. أنا بكلمك واحد مسكت من عضو مجلس إدارة نادي إلى أن توليت رئاسة الاجتماعات مجلس الإدارة، وبقالي 30 سنة في العمل الرياضي علاوه على إني قانوني. الجمعيات العمومية يا سيد الفاضل عندما تريد ان انت تعظمها، اذا كنت انت كنت بتقول 20% او 1000 عشان تعمل الاجتماع التاني وما كانش بيجيلك، يبقى ايهما اقرب للمنطق والواقع؟ ان انا الالف اللي ما بيجينيش اخليه 12 و500؟ لا، ولا اخليه 6 7 تلاف؟ ما انا النهاردة لو النية متجهة ان انا عايزها تكتمل مش هقول 12000. طب خلينا بس ناخدها واحده واحده يا استاذ خالد. يعني اذا في البدايه القانون او اللائحه الاسترشاديه لم يتم دراستها قبل اصدارها. تعرف يعني ده اللي باين. تعرف يعني استرشاد في اللغه العربيه؟ الاسترشاد في اللغه العربيه هو الاستدلال به او الهدايه. بالظبط. انا لكي استدل، استدل يعني او الاستدلال لا يمكن ان يكون فرض، الاستدلال اختياري. عندما تضع لي بعض شروط الإذعان على أرض الواقع ال 12500 حتى لو أنت عاملها لي، يبقى أنت بتضحك على نفسك. لما أنت النهاردة تيجي تقول لي المهم تمضي وتمشي، أنت بتضحك على نفسك. ولما أنت تيجي تبعت لي استدراك كلجنة أولمبية 5 استدراك، يعني معنى كده أن أنت بتعمل الحاجة وتشوف رد الفعل وتعمل حاجة، يبقى إذا أنت لم تدرك لم تدرسها. في 3 حاجات مهمين. أنا عندي لجنة أولمبية لغيت منها شرط الجيش، عندي اتحادات لغيت منها شرط المؤهل لان في ناس عندهاش مؤهل، عندي الاتحادات، عندي الانديه. دي نقطه مهمه جدا يا استاذ خالد. يعني دي نقطه مهمه جدا. يعني دلوقتي احنا بنفصل اللوائح على حسب الناس اللي موجوده او الناس اللي احنا عايزينها تبقى موجوده. طب ما هو ده الطبيعي، ده اللي احنا بنعيشه يا سيدي. اليست الانديه ابنه الاتحادات؟ واليست الاتحادات ابنه اللجنه الاولمبيه؟ كيف يختلف الاصل عن الفرع؟ لازم توحد لي، تقول لي أنا مش عايز في الكل تجنيد، أنا عايز في الكل متأهل متوسط، لكن أنا المستفيد من الدورتين إلغائهم رئيس مجلس إدارة نادي. طب ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضل. دلوقتي أنا هتكلم إني أنا إكس وداخل لانتخابات مجلس الشعب، مجلس النواب. هل ينفع إن أنا أخش وأنا مش مأدي للخدمة العسكرية؟ يا سيد الفاضل انت بتتكلم منطق. ما انا بتكلم منطق. انا هكلمك منطق. قانون. يعني نمشيها واحده واحده. هل ينفع ان انا اتجاوز بند من اهم بنود الدوله دلوقتي ان انا هل ما اديت الخدمه العسكريه ولا لا؟ ما هوش ده فرض لازم اديه للدوله؟ مش فرض، ده انا قانون بيقول لي ايه؟ لما اجي اترشح من ضمن الشروط حسن السلوك محمود السيره، حسن السمعه محمود السيره. كيف تكون حسن السمعه محمود السيره وانت متهرب من الخدمه العسكريه؟ شرط ان انا الا ان اكون سيره محموده. وبعد كده ابقى رئيس نادي وعندي الاف مؤلفه من الشباب اللي انا المفروض ابقى قدوه ليهم وانا متهرب من الخدمه العسكريه؟ يا فندم الخدمه العسكريه هو اصلا اللائحه دي او القانون بيقول لك ايه؟ الا يتعارض اي قانون مع القانون العام. وفي العقوبات اللي عاملينها في البند الاخير بيقول لك الا تتعارض مع اي عقوبه اشد من قانون العقوبات او اي قوانين اخرى. القوانين اللاحقه يجب ان القانون العام اللي انا ماشي بيه لا يخل بيها. يعني انا النهارده في القانون العام لو رايح اقدم على وظيفه يقول لي انت ما اديتش الخدمه العسكريه، لو انا رايح سي مع احترامنا في هيئه النظافه والتجميل ما اقدرش ان انا ادخل. حتى العمل الخاص في اي حاجه اي شرط رقم لكن واحد لكن ممكن تبقى رئيس اتحاد.
وابقى قدوه. يا فندم سيبك من القدوه، تعالى بس نحسبها. كلمه القدوه انا زي ما بقول لحضرتك، وما زي ما قال ابن سهل الاندلسي: وما شيب راسي من سنين تطاولت علي، ولكن شيبتني الوقائع. يعني الواحد شاف كتير، فهي دي اللي اللي خلى الواحد شعره يشيب خلاص. انا عايز افهمه، احنا بنشوف حاجات صراحه غريبه يا فندم. غريبه ايه؟ حاجات شاذه. الغرابه شيء موجود، الاستثناء شيء موجود، لكن الشذوذ يعني انا لو افصل لك بعض الحاجات اللي هنا يا سيدي. انا لم اجد في اختصاصات اللجنه الاولمبيه الموضوعه من قبل اللجنه الاولمبيه ما يجعلها تذهب لها ولايه على الانديه. تعرف كل الانتخابات اللي كانت بتبطل اغلبها من مديريات الشباب والرياضه اللي هي الكتيره دي، قول لي اللجنه الاولمبيه عدد موظفيها قد ايه اللي هيقدروا يجمعوا ده ازاي؟ وبعدين يقول لك ولها ان تستعين. احنا هنعمل كده، هنقعد نلف. وانت القانون ده مش عامله علشان تغلي يد الحكومه والتدخل الحكومي؟ انا عندي 33 ماده تدخل حكومي. مش مادة واحدة، عندي 33. لا 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 يا فندم، ده مش وقت. اصل احنا مش هنخش في التفاصيل ليه؟ انا بقول لك هو احنا النهارده 30 يوم 30. هناك بعض البنود في تلك اللائحة وفي ذاك القانون عرضة للبطلان، وهناك احكام إدارية عليا ودائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة في مادتين توجب البطلان، ولكن هنتركها لوقتها. بس احنا بنحذر بقالنا سنة وبنقولنا يا فندم احنا قعدنا نقول. انا بعت بوحة صوتي والله هتطلع القانون امتى؟ طب انت جمدت القانون ليه؟ طب انت في بلد من غير قانون؟ وخد بالك من حكاية اللجنة الثلاثية والكلام ده، لا فيش حاجة اسمها لجنة ثلاثية واللي بيخوفوك. طب هذا القانون بتاع اللجنة الأولمبية ما افترضش حاجة واحدة بس، لا حاجة واحدة للأندية. ايه هي؟ ان الأندية لا تتخطى الميثاق الأولمبي بس. ارجع للأندية هنا. الأندية بتعمل رياضة وترويح واجتماعي، ما علاقة اللجنة الأولمبية المصرية بذلك؟ ثلاث أنشطة. ما علاقتها؟ نعم، ثلاث أنشطة. قال لك اللجنة الأولمبية هي بتترأس أو تحتوي الاتحادات الأولمبية. أنا نادي إكس ما عنديش ولا لعبة أولمبية. تمام؟ اللجنة ده وارد. وارد ده ايه؟ وارد. انت عندك انديه كتير مش في العاب اولمبيه. ده حقيقي، ده وارد. كيف يكون لك ولايه عليا وانا مش بمارس اي لعبه بتاعتك؟ بمارسش حاجه من نشاطاتك. تعالى تاني. نادي عنده العاب كلها بارالمبيه او العاب غير اولمبيه، وانت عامل للبارالمبيه حاجه وعامل للغير اولمبيه حاجه وعامل للنوعيه حاجه، كيف تكون ولايه؟ عايزين برضه نقول البارالمبيك اللي هو الاحتياجات الخاصه. تمام، علشان بس نوضح للجمهور. تمام، فكيف يكون لك ولايه وانا اصلا مش يعني انا النهارده خالد الابرق اخطا في التلفزيون اللي حاسبني نقابه المهندسين بحاجه او اللي فامر الموضوع يا سيدي الفاضل ببساطه متناهيه عشان ما نتكلمش عن الاستثمار والكلام ده. الموضوع زي ما قلت لك ببساطه، عايزين تمر دي وبعد كده يجي يقول لك ايه جمعيتك العموميه ب 10,000. طب تعالى، يعني انا النهارده 12,500 خدوا قرار، اي منطق يقول ان ال 10,000 الاقل في الجمعيه العاديه يلغي قرارات ال 12,500؟